نقطة ضعف هو تأليف الأستاذة شهيرة سلام وإخراج أستاذ أحمد شفيق، وهو المسلسل اجتماعي بعيد عن السياسة تماما. أنا عاملة دور أم لبنوتة في الجامعة أو انتهت من الجامعة. أنا سعيدة بالتعامل مع أستاذ جمال سليمان لأني أنا من الجمهور اللي تابع مسلسل حدائق الشيطان وكان معجب بيه جدا، وحتى ساعتها قلت يا كان نفسي أعمل دور ريم البارودي، كنت أحب أن أنا أجسده يعني، لأن طبعا إخراج الرائع أستاذنا إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه. في نقطة ضعف هنا الشخصية ليدي، ستايل لبسها، ستايل مكياجها، طريقة كلامها، كبيرة في السن، أكبر من سن شخصية نوال هنا اسمها ليلى، فمختلف، في اختلاف كبير خاص. بالعكس أنا مبسوطة لأن أنا بجسد كده شخصيتين مختلفتين، واحدة شعبية وواحدة ليدي يعني. زعلت